السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على طريقة الاهتمام بشجرة الريحان سواء في الحديقة أو في المنزل. أما في الحديقة هنهتم إزاي، هو نفس المعاملات تطبق سواء في الحديقة أو في المنزل، لكن إحنا دلوقتي هنتعرف إزاي نزيل الشماريخ دي اللي بتسبب عجز يعني، وإزاي نجلمها وإزاي نعمل لها عملية كمان تربية، وكمان ازاي نحافظ عليها عشان تعطي رائحة شديدة طول السنة. اول حاجة هنبدأها في التجليم والعناية بها، وهي على طول هيتم تثبيتها على صف واحد، يعني كل ده هيتم ازالته. سواء اخضر او ناشف زي ما حضرتكم شايفين. زي ما حضرتكم شايفين بعد ما اتمينا وتربيتها على ساق واحد، الساق بيجي مستقيم ما فيش اي نموات، دي اللي بتسبب عجز، بالاضافة للشماريخ اللي هي نشفت دي ملهاش لازمة معانا الوقت، دي ممكن نخزنها عشان نزرع منها. ياريت تشوفوا الفيديو طريقة الزراعة من البذور هتستفادوا. وكمان هناخد الشماريخ دي اللي نشفت كلها، هيتم قص بحيث هنخلي الشماريخ زي ما حضراتكم شايفين اللي هي الخضراء دي اللي هي بتعطي رائحة شديدة. حابب اتكلم عن، لو قربنا الكاميرا هنا، البقع اللي هي بتكون دي امامكم اللي هي بتكون على الاوراق زي ما حضراتكم شايفين، لدينا هنا على بعض البقع بتكون اثر الذباب او الناموس او بعض الحشرات. افضل حل ليها بيكون عن طريق الرش بالمياه، بحيث نعمل لها عمليه تنظيف. وكمان الاتربه، يعني لو عملنا كده هلاقوا التراب كله فاح، فده اهم حاجة يتم رشه بالمياه. هنيجي هنوريكم نوع تاني هيتم برضو تجليمه بحيث يعمل عملية تجديد لشجرة الريحان. يلا بينا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده مثال اخر لشجرة الريحان، طبعا اللي هي الشماريخ الزهرية ما جلمناهاش خالص، فعملت لها عملية تعجيز واثرت عليها زي ما حضراتكم شايفين، مفيش نمو خضري زي اللي هي الشجره اللي احنا قلمناها قبل كده في الاول او اوراق. فاحنا ان شاء الله هيتم اول حاجه ازاله الشماريخ دي الناشفه كلها زي ما حضراتكم شايفين. لو زومنا هنا بعد القص النموات دي، هي دي اللي بعد كده هتكون نمو الخضر وبعدها الازهار على طول. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، لو جربنا هنا دي البذور Thank you.
كمان برضو الاغصان اللي هي ناشفه كانت في الاول دي زي ما حضراتكم شايفين هنا، لو جبنا الكاميرا هنا دي يتم ازالتها كلها اغصان ناشفه. طبعا طول السنه بتزهر شجره الريحان وبتطلع اللي هي الشمر. اهم حاجه لازم نعملها وهي المحافظه عليها. زي ما حضراتكم شايفين لو جينا هنا امامكم ده بعد التجليم، تركنا اللي هو الازهار الخضراء دي وازلنا اللي هي الشماريخ اللي هي نضجت فيها البذور. اي اغصان ناشفة قمنا بقصها، وهنروح دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين على اللي هي الشجرة دي. دي طبعا الاهتمام بها شكلها جميل جدا، فزي ما حضراتكم شايفين امامكم في معلومة حابب أقولها عن شجرة الريحان، وهي كلما زدنا في تعطيشها كلما أعطت تزهير ورائحة قوية جدا، وكلما زاد الري في المياه أعطت اللي هي الأوراق الخضراء بدون تزهير. فالحاجة دي لازم نعرفها بخصوص شجرة الريحان. دلوقتي هروح على شجرة الريحان اللي أنا زارعها في المنزل، يلا بينا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هيتم برضو التجليم بإزالة زي ما عرفنا الشماريخ دي. طبعا دي ممكن زي ما عارفين ممكن ناخد منها اللي هي البذور. على كده دي عمرها سنتين بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. بنهتم بيها وبنقص عن احنا زي ما شفتوا زرعناها ازاي، كل فيديوهاتها هتلاقوها موجوده بالقناه زي ما حضراتكم شايفين. اما اللي بيبقى زي كده بالظبط هعطيكم مثال، مثلا اللي بيبقى مزهر وهو لسه اخضر زي كده مثلا لسه ما نشفش، ده اللي يترك عشان الريحه بتكون شديده. اما اللي هو بيكون نشف زي كده ومفيش اي نورات وبدا اللون يبقى بني زي ما حضراتكم شايفين، هو ده اللي بيتم ازالته. الري هيكون كل 3 ايام في الصيف. ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو يعجبكم. لا تنسوش الاشتراك بقناتنا ومشاركة الفيديو ومشاهدة بقية الفيديوهات الموجودة في القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.